السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خبر عاجل، عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر، تابعوا معي الفيديو للنهاية. زي ما قلنا في البداية، خبر عاجل، عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر حول العالم، تسبب في إيقاف إرسال الرسائل وإيقاف الاتصال. منذ قليل واجه مستخدمين تطبيق الماسنجر حول العالم عطل في إرسال واستقبال الرسائل عندما تقوم بإرسال عبر الدردشات. يظهر العطل ظهر هذا العطل المفاجئ الساعة 5:30 بتوقيت مصر. التفاصيل بتقول إن في عطل مفاجئ ضرب تطبيق ماسنجر على مستوى العالم، وبحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الذي يقوم بالاهتمام ومتابعة حالة الخدمات عبر الإنترنت مثل الفيسبوك والإنستجرام والماسنجر وجوجل واليوتيوب وغيره من التطبيقات والمواقع الشهيرة، فإنه أشار إنه يوجد عطل في تطبيق ماسنجر ولم يتمكن ملايين المستخدمين من الوصول لتلك الخدمة، وخاصة المملكة المتحدة وبعض دول العالم وأيضا مصر، وقد جاءت الكثير من الشكاوي عبر الموقع هذا أن استقبال الرسائل يعمل بشكل جيد. أما العطل الأساسي في الإرسال، حيث يظهر عندما يقوم بالإرسال تظهر رسالة فشل الإرسال أو اضغط لإعادة المحاولة أو الحذف، والبعض الآخر يكون مشكلة في الاتصال بالخادم. هذا العطل ليس من الهواتف الناقلة فقط، إنما على أجهزة الحاسوب أيضا، حيث ظن البعض أن المشكلة في الجهاز أو الواي فاي الخاص بهم. حتى الآن لم نتلقى سبب واضح حول هذه المشكلة، ولكن ننتظر الأسباب وراء ذلك. محدش يقلق، المشكلة عامة على مستوى العالم. عطل مفاجئ يضرب تطبيق ماسنجر حول العالم، تسبب في إيقاف إرسال الرسائل واستقبال الاتصال والرسائل أيضا. ولو في أي جديد هقولكم إن شاء الله بإذن الله. المشكلة عامة، محدش يقلق. يا ريت متنسوش اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة. كان معكم ياسمين عاشور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.